بسم الله الرحمن الرحيم. أنشوفوا لي سينيور أو لي ماتخ ما لهم وما عليهم، يعني في ظل النظام الفيودالي. إذن ليكونومي دومانيال، يعني الاقتصاد المتعلق بلي دومين، نسميه ليكونومي دومانيال. دو لورد بريوكيباسيون، يعني هناك انشغالات ثقيلة. الساي يعني سلوغرب أسايير، يعني هي أتاكي فيفمون أو أمبورتيني أو تورمونتي، يعني أنك تهاجم أو أنك تزعج. إذا طبيعة الحال نتكلم هنا عن يعني انشغالات ثقيلة، أنها تهاجم أو تزعج من لو بوسيسور دون غروند فورتين فونسيير، المالك لعقار كبير. الشخص لو سينيور مثلا أو لو ماتر الذي يملك عقارا كبيرا، طبيعة الحال تكون عنده انشغالات كبيرة. إلون بارتاج، يعني أنه يتقاسم الأثقال. إلون بارتاج لو بوا، يعني أنه يتقاسم الأثقال افيك دو نومبرو سيرفيتور، يعني مع مجموعة من الخدم. إذا مثلا أجون سوبيريور، يعني أن هناك رجال كأننا نقول ساميون، فيفون أنهم يعيشون دون سون انتوراج، يعني في محيطه، يعيشون بالقرب منه. بريفو مثلا، بريفو مقصود به هو نون دوفيسي، يعني انه اسم ضابط، او دو ماجيسترا او انه اسم ماجيسترا سون لونسيان ريجيم، يعني في النظام القديم. طبعا الحال الماجيسترا المقصود بها هي فونكسيونير بيبليك، يعني انه موظف عمومي. دو لوردر جوديسيير، يعني انه يعني يهتم بالجانب القانوني او القضائي. ايون بور فونكسيون، يعني ان له كعمل دو روندر لا جوستيس، انه يحرص على العدالة. دو ريكلامي او دو ريكلامي او نو دو ليتا لابليكاسيون دو لا لوا، او انه تيطبق باسم الدولة القانون. اذا هو موظف. اذا هاد لي بريفو او مير، كاننا نقول باشوات او عمدات. دوية، طبعا الحال دوية في العصر الحاضر، طبعا الحال في وقتنا الحاضر كأننا نقول administrateur d'une faculté، يعني مسير أو مدير لفاكولتي، يعني جامعة. personne de la plus ancienne d'âge dans une société encore أو un groupe، يعني شخص له سن كبير في واحد المجتمع أو في واحد الجماعة أو فريق. إذا نتكلم عن دوياه، يعني منصب معين كان في ذلك الزمان. فوريسي، يعني حارس الغابة. شارجي دو لا سيرفيونس، يعني أنه مكلف بالمراقبة. أو أيضا دو لا بوليس اي دو لا بيرسيبسيون دي دغوا، يعني أنه مكلف أيضا بالأمن بجباية الواجبات. إذا موني بيرسونيل أغريكول اي أرتيزانال، نتكلم هنا عن قائمة من العمال الفلاحون، من العمال الفلاحين أو العمال المهنيين. des agents sans logis، يعني أن هناك أشخاص يتم إيواؤهم، نوري ويتم إطعامهم، أبيي وتتم كسوتهم. d'autres appelés à vivre loin de la cour domaniale، وآخرون مطالبون ليعيشوا بعيدا عن يعني مكانهم أو مدينتهم أو عن سكنهم. إذن d'autres appelés à vivre loin de la cour domaniale، إذن هاد الأشخاص الذين يعيشون بعيدا لعملهم مثلا، بعيدا عن مكانهم. reçoivent des gratifications، يعني أنهم يتلقون ماذا؟ des gratifications، somme versée en plus de la rémunération régulière، يعني أننا نتكلم عن مكافآت التي تعطى إلى جانب، يعني إلى جانب الراتب الذي يأخذونه بشكل يعني منظم، بشكل منتظم. إذن reçoivent des gratifications en argent، يعني أنهم يأخذوا هذا المقابل سواء عن طريق المال، يعني أنهم يأخذون هذا المقابل عن طريق المال، يعني ماليا. en nature أو عينيا، يعني أنهم يأخذون مثلا حبوب أو فواكه أو شيء من القبيل. ainsi que au plusieurs mois، أيضا هناك واحد أو أكثر من هذه المونس الذين ذكرنا في المسابق. قطعة أرضية تكفي
تكفي لإعالة عائلة. كيل سوا أتاشي على ميزون، يعني سواء كانوا مرتبطون بالمنزل دي بروبريتير، يعني منزل المالك يعني السيد، أو إباربيي، أو أنهم مشتتون، يعني أنهم سواء كانوا يعيشون بالقرب من منزل السيد معه أو أنهم مشتتون. إباربيي ريبوندر دو تو كوتي، يعني هي أنك تنشر في كل مكان، هذه هي المعنى ديال إباربيي، يعني أنك تشتت. أو مثلا نقول أمبلوي سون ميثود، أمبلوي سون ميثود، يعني أنك تستعمل بعض الأمور سون ميثود، يعني بدون طريقة بدون منهج. إذا إباربيي سيز إفور، إذا الإنسان الذي يعمل بدون منهج طبعا الحال سيشتت جهوده، إباربيي سيز إفور. إذا هذا معنى إباربيي، يعني أنه شتت. ولكن هنا نتكلم عن هاد الأشخاص بأنهم إباربيي. إذا سواء كيل سوا أتاشي على ميزون دي بروبريتير، يعني سواء كانوا مرتبطين بسكن السيد المالك لهذ الأرض، أو إباربيي، أو أنهم مشتتون سور لو تيريتوار دي فيلا، سواء كانوا مشتتين على الأراضي، أراضي من؟ هاد لي فيلا. يعني ممكن أن شخص ما يمتلك عدة فيلات. إذا كيل اكزيرس دي فونكسيون دو برومي بلون، وسواء انهم كانوا يمارسون اعمالا من الدرجه الاولى او دو موديست شارج، او انهم كانوا يكلفون باعمال متواضعه. هاد الاشخاص سيزوم كونستيتي ان موند ابار، هاد الاشخاص تيكونوا عالم بحدهم. اذا حنا تنتكلموا على واحد الاشخاص سواء انهم كانوا عايشين في المنزل ديال السيد، أو أنهم كانوا مشتتين في أراضي أخرى يملكها هذا السيد، وسواء أنهم تصدروا أعمال مهمة أو أنهم تصدروا أعمال متواضعة، هاد الأشخاص تيمثلوا عالم بعدهم. Ces hommes constituent un monde à part، celui des ministériaux. إذن إنه عالم ما يسمى بمينيستيريو، كأننا نقول حكوميين، ولكن ليس بالمعنى الحاصل الآن. إذا leur présence au sein de la famille، يعني تواجدهم في داخل العائلة سينيوريال، يعني المتعلقة بالسيد الذي يملك الأرض، يعني كأننا نقول بأنهم أشخاص داخل القصر سينيوريال لي ديطاش، يعني أنه يمنعهم ويفصلهم دو لا ماس بيزان، يعني أنه يفصلهم عن مجموع الساكنة الفلاحة، يعني أن تواجدهم في هذا المكان يمنعهم بأن يكونوا مخالطين للفلاحين. سيغتان فون اسكورت او شيف، يعني أن بعضهم يعمل كحارس او شيف، يعني للسيد. سون ايكيبي، يعني أنهم مجهزون. ايكيبي سون ايكيبي اي ارمي بار لوي، يعني أنهم مجهزون ومسلحون منه، هو الذي هذا السيد هو الذي هذا السيد هو الذي يسلحهم. كومبات اسي كوتي، يعني انهم يحاربون الى جانبه. هيم دوتون ميو لير دي ميليو اريستوكراتيك كو لور فونكسيون سون ريتريبيي. اذا اسي كوتي هيم طبعا الحال ريسبيري او سونتير، يعني انهم يشمون او يحسون. اذا هاد الناس يحاربون الى جانبه اهم دوطون ميو لير دي ميليو اريستوكراتيك، يعني انهم المقصود هنا بانهم يحسون هاد الوسط الارستقراطي، المقصود بانهم يعيشون اجواء كو لور فونكسيون سون ريتريبيي، بحيث انهم مادام انهم يعيشون هاد الاجواء، بحيث ان اعمالهم سون ريتريبيي، يعني ان الاعمال ديالهم يؤدى لهم عنها. دوني ان سالير بور ان ترافاي، ريتربي هي انك تعطي راتبا يعني على عمل، على عمل ما. اذا هاد الاعمال، اعمال هاد الاشخاص الذين يتواجدون بهاد العائلات، كاننا نقول يتواجدون بالقصور، يعني هاد الاعمال يؤدى عنها بار دي فياف، يعني انهم تيتخلصوا بار دي فياف، يعني انهم ياخذون قطعا ارضيه ايضا. طانتو ريفوكابل، يعني مرة أن تسحب منه. ريفوكابل يعني يمكن، يعني يمكن سحبها. كي بوتيتر ريفوكي، ريفوكي المقصود به هي ديستيتوي أو أنيلي،
يعني أنك مثلا تعفي شخصا ديستيتوي ان فونكسيونير، يعني أنك تعفي أو ان ماجيسترا، أو أنولي ان أكت جيريديك مثلا، أنك تلغي عملا قضائيا مثلا أو عملا قانونيا. على أي إذا تنطق ريفوكابل، يعني أن هذه الأراضي التي تقتطع لهم يعني أحيانا تكون ريفوكابل، يعني يمكن سحبها منهم. تنطو هامبل يعني ومرة أخرى أن تكون حقيرة، هامبل يعني مودست إلى آخره، يعني أنها حقيرة يعني متواضعة جدا. يعني أحيانا تكون لهم أراضي ممكن سحبها منهم، وأحيانا تكون لهم أراضي يعني ضعيفة وحقيرة ومحدودة. أولومتر حيث أولومتر فوا إن غارونتي دوبيسونس، حيث أولومتر أولومتر فوا إن غارونتي دوبيسونس، حيث السيد يرى فيهم فهاد الأشخاص إن غارونتي يعني ضمانة دوبيسونس يعني للطاعة، يعني أنه يرى فيهم الإخلاص، هذا هو المقصود، يعني أنه يعتبرهم من الناس الأقرباء الذين يمكن أن يعتمد عليهم. إذا سولون دولينجر، يعني حسب دولينجر، هذا ليفيك دو كونستانس. ليفيك المقصود به هو أسقف دينيتير إكليسياستيك، بريتر كي شارجي دان ديوسيز، كي شارجي دان ديوسيز، يعني هو مطران مكلف بطقوس ما. إذا كونستانس، طبعا الحال كونستانس هي اسم كنيسة كما نرى بأنها تبتدئ بالسي كبيرة، يعني أن اسم علم. نحن نتكلم عن كنيسة اسمها كونستانس، ولكن فقط كإشارة لهذا الاسم أن تعني الثبات والمثابرة كما نرى. إذا هنا ليفيك دو كونستانس، هذا دولينجر هو ليفيك دو كونستانس، يعني أنه راهب أو أسقف لكنيسة دون لي ديغنييغ زاني دو ديزيام سياكل. يعني حسب هذا دولينجر أنه يقول بأنه في السنوات الأخيرة للقرن العاشر مدى هناك يقتطف كلاما، فيقول غاسومبل سيز اسكلاف، يعني أنه جمع عبيده، شوازي لي ميور دونتخ أو، يعني ثم اختار منهم الأحسن من بينهم، إليز إتابلي كوم كوزيني، ثم جعلهم يعني كطباخين بولونجي، وجعل منهم خبازين طافيرنيي. طافيرنيي عندها علاقة بطافيرن أو كباري، يعني حانة، يعني أنه جعل منهم أشخاص يعملون في الحانة. إذن يعني أن هذا الشخص كما يقول دولينجر أنه، يعني هذا السيد كما يقول دولينجر، أنه جمع عبيده واختار منهم الأحسن، ثم جعل منهم أشخاصا على رؤوس أعمال معينة، منهم منها التي ذكرنا الآن، أي كوم ماتر دو شاك ميتي، ثم جعل منهم يعني كأننا نقول رئيسا على كل مهنة من غير هذه المهن التي ذكرت هنا. إذن لا ميز أون فالور، لا ميز أون فالور دي دومين، يعني الرفع من مظهر أو من مكانة هاد لو دومين، ريكلام يعني أنه يتطلب إن نومبروز مان دوفر، يعني أنه يتطلب العديد من اليد العاملة، راسومبلي بار إيكيب، يعني أن تجمع في فرق، سو لا سيرفيونس دي زاجون دومينو، يعني تحت مراقبة الرجال، رجال هاد لي دومين، رجال هاد الاقتطاعات الأرضية. لو سالاريا جو ان رول موديست، يعني ان سالاريا تلعب دورا متواضعا ليس بدور كبير. سالاريا بطبيعة الحال لو ترافاي سالاري في ذلك الوقت نورمالمون سولو دي كومبانيون، يعني خاصة المتعلق بالقرويين، امبلوي على جورني او على سومين، يعني انه يستعملون يعني قياسا بالنهار او بالاسبوع. بارلومتر يعني انهم يستعملون يعني حسب اليوم او حسب الاسبوع. من يستعملهم بارلومتر داناتولي، يعني انهم يستعملون من طرف سيدين لعمل ما، يعني كل مهنه مهنه الا وعلى راسها شخص يتحكم فيها ويسيرها. اذا هاد الاشخاص يستعملون من طرف هاد الاشخاص المسيرين لهذه المهن، كيلكو سوا لا ناتور دو سويسي، يعني حيثما كانت طبيعه هاد الخدمه او هاد العمل، مثلا تيساج يعني النسيج، او كونفيكسيون يعني الملابس، ترافاي دو ميتال،
أو العمل المتعلق بالمعادن كالحديد مثلا. إذا هاد لو سالاريا جو ان رول موديست، يعني أن هاد لي سالاريا أنهم يلعبون دورا متواضعا مي لوان ديتخ نيجليجابل، ولكن بعيدا أن يهملوا، يعني بعيدا أن يهملوا بالمرة. أون إيبوك دو ميديوكر سيركولاسيون مونيتير دو فابل دونسيتي هيومان، يعني أنه بعيدا من أن يهملوا، بعيدا من أن يهملوا، خاصة أون إيبوك دو ميديوكر سيركولاسيون مونيتير، يعني خاصة في واحد الزمان حيث تكون هناك حركة النقود وحركة العملة ضعيفة، ميديوكر سيركولاسيون مونيتير اي دو فابل دونسيتي هيومان، وحيث تكون أحيانا يعني قلة في الناس، اي دو فابل دونسيتي هيومان يعني وكثافة سكانية أو كثافة إنسانية ضعيفة. فابل دونسيتي، لا دونسيتي هي الكثافة، هيومان يعني كثافة إنسانية إن صح التعبير. المقصود بأن هناك خصاصا في الناس، يعني خصاصا في اليد العاملة، أن الأشخاص الموجودين عند الشخص عند السيد في أعمال كثيرة ثم يبقى هناك خصاص. إذن هاد السيد يلجأ لهاد الفئة من هاد لو سالاريا. إذن لو ماتر روكور ألود، يعني هنا هاد لو ماتر السيد، يعني خاصة الأشخاص الذين قلنا عنهم الآن يكون على رؤوس الحرف، ركور ألوي يعني أنهم يلجأون إليه، يعني خاصة يعني في بداية العمل الموسمي. إذن نقول بوينت المقصود بها بو إيغو، يعني هو الجزء الناتئ أو بوتي كلو مثلا أو مسمار صغير، خاصة الجزء الناتئ منه. أوتي دو غرافور يعني أو أداة للنحت. إذن طبعا الحال لكي تنحت هذه الأداة لابد أن يكون لها جزءا ناتئا. نقول مثلا بوينت دي جور، يعني كأننا نتكلم عن جزء ناتئ من النهار، المقصود أوله، بروميير كلارتي دي جور، بروميير كلارتي دي جور. إذن سيد هذه المهن ركور لو ماتر ركور ألوي سورتو أو بوينت دي ترافو سيزونيي، يعني أن هذا الشخص يلجأ إلى هاد العمال، يعني خاصة مع بداية كل موسم. اي طونطو باي لي ترافايور اون ارجون، وأحيانا يؤدي ثمن العمل عن طريق يعني بالمال. طونطو لي نوري لي لوج، وأحيانا أنه فقط يعطيهم الأكل ويسكنهم يعني مقابل هاد العمل. لي اسكلاف دوميستيك لوي ابورت اون اد بلو افيكاس، يعني ان العبيد الذين يكونون معه دوميستيك، يعني انهم يسكنون معه، لو ابورت يعني بالقرب منه، يعني انهم يسكنون بالقرب منه، لو ابورت يعني انهم يحملون له ويؤدون له اون اد يعني مساعده، بلو افيكاس يعني اكثر نجاعه. il les entretient chez lui، يعني انه يعتني بهم عنده. assure leur provente، يعني أنه يضمن لهم ماذا؟ قوت عيشهم. بروفوند المقصود بها هو بروفيزيون دو بوش، يعني هو مؤونة الفم، يعني مؤونة الأكل أو فيفر، مؤونة خاصة بالعيش. ومنها مثلا نقول بروفوند بالنسبة لبيطاي تنقول احنا النقب، النقب. إذا نوريتور دوني أو بيطاي أو زانيمو دو باس كور، يعني أننا نتكلم عن الأكل الذي يعطى للحيوانات التي تعيش دائما بجانب المنزل كالدجاج أو الأرانب إلى آخره. إذن هذا الأكل الذي يعطى لهاد الحيوانات يسمى أيضا بروفوند. إذن طبعا الحال هاد العبيد أنهم يأخذون كمقابل لعملهم هاد بروفوند، أنهم يعطون ما يعيشون به سون أوكان دوت، يعني بدون شك لو دومين كونستيتيي، يعني أن هذا لو دومين كان يمثل دونك إذن أن سونتر داتراكسيون بور لي بيزون، يعني أنه كان يمثل مركزا جذابا بور لي بيزون بالنسبة للفلاحين. كي فيان يشيرشي، الذين يأتون من بعيد أو من مكان آخر يبحثون فيه أون انستالاسيون، يعني يبحثون فيه عن مكان، وأيضا يبحثون فيه عن ماذا؟ دي مويان
عن وسائل ديكزيستانس، يعني عن وسائل الوجود، يعني عن وسائل العيش، اون بروتكسيون. وكانوا يبحثون في هذا المجال او الدومين، هاد الاشخاص الذين ياتون من بعيد من مكان اخر يبحثون فيه ايضا عن لا بروتكسيون، يعني عن الحمايه. بور سيت غيزون، لهاد الاسباب، لي دومين نون با كريي سولمون اون اتموسفير فافورابل على انستالاسيون دو ريجيم فيودال، يعني ان هاد لي دومين لم يخلقوا فقط واحد الجو جوا فافورابل ملائما على انستالاسيون دو ريجيم فيودال، يعني لم يخلقوا فقط جوا مناسبا لتطور هذا النظام الفيودالي، إلوي أون فورني، هم أعطوه أيضا وموانوه أيضا أوسي لو ميور دو سا سوبستانس تيغيان، يعني أن هاد لي دومين، هاد الأراضي وهاد المقتطعات الأرضية أنها أعطت أيضا لهاد الريجيم، هاد النظام الفيودالي، أعطته أيضا أحسن ما فيها، يعني كأننا نقول جوهرها الأرضي. إذا سوبستانس توت سورت دو ماتيير، سوبستانس هي توت سورت دو ماتيير، يعني هو نوع، أي نوع من المواد يسمى سوبستانس، مادة. سو كيليا دو ميور، والمقصود أيضا ما هناك من الأحسن، يعني أحسن ما هناك من مادة ما. إذا سو كيليا دو ميور. إذا طبيعة الحال أن هاد الأراضي أعطت للنظام الفيودالي أيضا أحسن ما فيها، ولكن طيغيان، يعني الأرضية. بطبيعة الحال نحن نتكلم على الأرض، دي جور أو إل فور كونسيدي أون فيف، يعني في الوقت الذي تعطى فيه هذه الأراضي كفياف، يعني أننا نتكلم عن فيوداليتي، فياف فيوداليتي. إذا بطبيعة الحال هذه الأراضي إذا لم تعطى، بطبيعة الحال أن النظام الفيودالي لا يستفيد منها، ولكن المسألة في ذلك الاتفاق، عندما تقتطع هذه الأرض وتعطى بهذا النظام، إذا بطبيعة الحال فهي أعطت أحسن ما فيها أيضا، يعني في الوقت الذي يكون في هذا الاتفاق، يعني سي دومين غاسومبلير، يعني أن هذا لي دومين، هذه الأراضي كانت تجمع أنوغيغ، وكانت تطعم لا ماجور بارتي دي زوم، يعني أغلب، يعني كأننا نقول الجزء الأكبر من الناس، ماتر إغيرو يعني سادة وقرويون، سيتادا سانتير، نتكلم عن سيتادا يعني مدنيين ولكن بدون أرض، وسان بوسيبيليتي داشا أولوان، أو الذين ليس لهم يعني قوة شرائية لمجيئهم من بعيد، لكونهم أتوا من بعيد. الجوار لغول يعني أنهم يلعبون دورا دو فيرمون، يعني يلعبون دور الخميرة. نتكلم هنا عن لي دومين، عن الأراضي، دو سونتر نيرف دي فورس بروديكتيف، إذا تلعب أيضا دور المركز العصبي للقوات المنتجة، ما كيلكو سوا سا بوزيسيون، ولكن كيف ما كان وضعها، نتكلم عن الأرض، لو دومين نو في با اونيكمون سور لوي ميم، يعني أن هاد لو دومين نو في با اونيكمون سور لوي ميم، يعني أنه لا يعيش فقط على نفسه. السجو وفي هذا الإطار، السجو وفي هذا الإطار وتابعا لهذا النهج، السجو السوزغي فيت، إذا بطبيعة الحال السوزغي فيت يعني أنه يستعمل بسرعة، لو فيرب سوزي، إذا هي أنك تستعمل شيئا، هنا نتكلم عن فيرب برونومينال، سوزي يعني أنه يستعمل، السوزغي بطبيعة الحال لو فيرب سوزي او كونديسيونيل بريزون. إذا بطبيعة الحال الكونديسيونيل بريزون تنعرفوا بأنه تستعمل لا بوليتيس، وأيضا عنده واحد الدور آخر وهو الشك، كأنه يقول الكاتب هنا ربما أنه يستنزف، أنه يستعمل بكثرة. إل سوزغي فيت إبويزغي سا بروبر سيبستانس، وربما أنه يستنفد يعني جوهره الخاص، مادته الخاصة. نتكلم على الأراضي بطبيعة الحال من كثرة الاستعمال، السوجو إل سوزغي فيت، يعني أنه ربما أنه يستعمل بكثرة، إبويزغي سا بروبر سيبستانس، يعني وربما أنه يستنفد جوهره أو مادته الخاصة.
et donne les achats de matières premières pour les ateliers dominicaux. يعني طبعا الحال شراء المواد الأولية للورشات المتعلقة بكل دومين لي فونت دو دونغي وبيع المواد خاصة لي دونغي اليمونتير. إذا نتكلم عن دونغي المقصود بها مارشانديز يعني بضاعة ديستيني على كونسوماسيون يعني موجهة للاستهلاك تسمى دونغي ومنها دونغي اليمونتير مثلا يعني مواد غذائية تستهلك غذائيا. إذا عندنا هنا لي زاشا دي ماتيير بروميير بور لي زاتولي دومينيو لي فونت دي دونغي دو بيتاي اي دو برودوي فابريكي انترتوني ان كورون دي شانج اي رونوفلي لير دي فيلا. يعني ان هاد شراء المواد الاوليه ثم بيع المواد المستهلكه ثم الدواجن دو بيتاي اي دو برودوي فابريكي انترتوني ثم أن هناك مواد مصنعة يعني أنها تعالج أو تعطي أو أنها تساهم بهذا المعنى ان كورون دي شانج اي رونوفلي لير دي فيلا يعني أنها تساهم في واحد التيار ديال التبادلات دي شانج اي رونوفلي وتجدد لير دي فيلا وتجدد أجواء الفيلا أو لي دومين يعني أنها تساهم في تطور الحياة بمعنى آخر إليه دي دومين ايفولي يعني كان هناك يعني دي دومين ايفولي كان هناك مجالات متطوره ديسبوزون دو لور مارشي يعني انها تتوفر على سوقها او اسواقها دو لور اتولي مونيتير دو لور اتولي مونيتير وتتوفر على ورشه لسك العمله اي دو لور بور فلوفيو وتتوفر ايضا على موانئ على الانهار فلوفيو فلوفيال فلوفيال او فلوفيو في الجمع المقصود هي غولاتيف أفلوف يعني أن لها علاقة بالنار. إذن هي كانت تتوفر على مجموعة من الأشياء ومن ضمنها هاد لور بور فلوفيو يعني أنها تتوفر على موانئها النهرية سادونو أدي كيلتور يعني أنها تتعاطى للزراعة أن إلفاج وتتعاطى لتربية مواشي كي أوتوريزي والتي كانت يعني تضمن دي ترانزاكسيون يعني تبادلات او دومين على الدومين النافي بالفعل فعلا لو ماتر دوموند لي زيليمون يعني ان السيد يطلب ماذا لو ماتر دوموند لي زيليمون يطلب عناصر دو سونتر دو في يعني ان السيد يطلب عناصر عيشه تران دو في المقصود به هو العيش تران دو في مانيير دو فيفر relativement aux dépenses de la vie courante que permet la situation des gens. تبعا يعني لنفقات كل شخص. إذن أن هذا الشخص كان يطلب نفقات لحياته ليعيش. Il les trouve يعني أنه كان يجدها يعني هذه النفقات. Il les trouve dans les redevances يعني أنه كان يجدها في les redevances يعني أنه كان يأخذ هاد les redevances. Redevances مقصود به هو أساسا الصوم كي دو اتر بي ا ايشيونس يعني هو واحد القدر من المال الذي يعطى حسب مده معينه من الزمن يعني بعد مده معينه من الزمن مثلا غونت يعني اننا نتكلم عن ريع او ديت او دين طبعا الحال في المعنى الاخر يخص طبعا الحال هذا المعنى غودوفونس في وقتنا الحالي ليس بالمعنى القديم المقصود به هو الضريبه التي تؤدى على خدمه تاخذها من الدوله إذن نسمى أيضا غودوفونس. إذن il les trouve dans les redevances et surtout les produits de la réserve et surtout les produits de la réserve يعني وبالخصوص يعني مواد أو منتجات de la réserve. طبعا الحال تكلمنا فيما سبق عن la réserve وقلنا بأنها الأرض التي يبقيها السيد لنفسه. إذن طبعا الحال هذا السيد أنه يجد مؤونته بالخصوص في هاد لي غودوفونس يعني هاد الديون أو الريع الذي يأخذه من الأشخاص وبالأساس يجد هاد المؤونة من الأرض التي أبقاها لنفسه. إذن أمويا آج يعني في العصر الوسيط لا غيزيرف سينيوريال يعني هاد لا غيزيرف هاد الأرض التي تبقى للسيد
est la partie des terres d'un seigneur dont le seigneur se réserve à la totalité de la production. هي الجزء ديال الطير، هي الجزء من الأراضي، حيث أن السيد يختص بكل منتجاتها لوحده. Elle est cultivée، يعني أنها تزرع par les serfs، يعني كأننا نقول العبيد، grâce à l'impôt de la corvée، يعني بطبيعة الحال أنه يفرض عليهم ضريبة العمل، ضريبة السخرة. Le seigneur a des grands besoins، يعني أن هذا السيد عنده حاجيات كبيرة. En nourriture, l'it'am, ta'am, pour alimenter sa famille. لكي يطعم عائلته, ses domestiques, ou الأشخاص المحيطين به, القريبين منه, ses soldats, ليطعم بها أيضا جنوده. Or, les bouches à nourrir, يعني الأفواه التي يجب إطعامها, sont nombreuses, يعني أنهم كثيرون, dans une maison seigneuriale, يعني في منزل خاص في السيد. مثلا لا فامي او لا كومينوتي موناستيك، مثلا لا فامي يعني العائلة او لا كومينوتي موناستيك. طبعا الحال لا كومينوتي موناستيك يعني كأننا نتكلم عن جماعة، كأننا نتكلم عن مجتمع موناستيك. موناستيك عندها علاقة بالرهبان، غولاتيف او موان اي او موناستير، يعني عندها علاقة بالرهبانية او بالدين. اذا نتكلم عن رجال الدين هنا، يعني كأننا نتكلم عن مجتمع يعني متخصص في الدين، يعني كأننا نتكلم عن مجتمع ديني هنا، هي بطبيعة الحال في وسط هذا المجتمع الفيودالي. إذا لا كومينوتي موناستيك لي بروفونديي، بطبيعة الحال لي بروفونديي المقصود بهم الأشخاص الذين يهيئون العلف. لا بروفوندري لا فابريكاسيون أو لو كوميرس دو بروفوند، يعني هاد لا بروفوندري المقصود به هو صناعة أو تجارة ماذا؟ دو بروفوند، ميلونج أليمونتيغ ديستيني أوز أنيمو ديلفاج، يعني هو خلط أكل الحيوانات الذي يتم خلطه. أون أبيل بروفوندي أن أكتور ترافايو دون سو سيكتور إيكونوميك سبيسيفيك، يعني نسمي بروفوندي بطبيعة الحال الشخص الذي يعمل في هاد لو دومين. إذا بطبيعة الحال نتكلم هنا عن هاد الأشخاص الذين يجب إطعامهم، منهم العائلة، منهم هاد المجتمع الديني، إلي بروفوندي هو الأشخاص الذين يقومون بإطعام الحيوانات. إذا ومنهم بطبيعة الحال لي بروفوندي مثلا فاسو نوشاسي، يعني لي فاسال الذين ذكرنا فيما سبق، نوشاسي غير مطرودين، مينيستيريو، هناك بطبيعة الحال لي مينيستيريو، يعني الأشخاص الكبار في هذا المجتمع، بوتي بيرسونيل دوميستيك، هو أشخاص صغار بطبيعة الحال يدورون في فلكهم، يعني في هذا المنزل الخاص بالسيد. سالاري أغريكول، وهناك بطبيعة الحال يعني عمال فلاحون. لي زامي الأصدقاء، لي هوت بطبيعة الحال، لي هوت هم الأشخاص المكلفون بالضيافة، كي اوفر لوسبيتاليتي. اذا نتكلم عن الاشخاص المضيفون، لي زامي اي لي هوت، يعني نتكلم عن الاصدقاء ثم الاشخاص المكلفون بالضيافه، دو باساج يعني ضيافه الاشخاص الذين يمرون، لي بوفر يعني هناك الفقراء، كي غرافيت الذين يدورون ويحومون، اوتور يعني حول. اذا غرافيتي هي ايفولي اوتور، يعني انك تدور أو être sous la dépendance d'un État puissant، أو أنك تكون تابع لدولة قوية. إذن يعني أنك تدور في فلكها. إذن les pauvres يعني الفقراء، كي غافي يعني نتكلم هنا عن الفقراء الذين يدورون حول ماذا؟ دي بويسون، حول الأقوياء، les corvéables، وحول الذين يتم تسخيرهم. corvéable المقصود به هو adjectif et non histoire assujetti. السوجيتي يعني أنه تابع أو خاضع، على كوغي يعني أنه خاضع للسخرة. إذا نسميه كوغفيابل. لي بوفر كي غرافيت أوتور دي بويسون إلي كوغفيابل. لي ماتر دي سول فواياج، لي ماتر دي سول يعني أن سادة الأرض، أصحاب الأرض، فواياج دان دومين ألوتر،
يعني أنهم يسافرون من دومين إلى آخر، من قطعة أرض إلى أخرى. الأخر pour en consommer les produits، من أجل ماذا؟ لكي يستهلكوا هذه المواد التي ستعطاهم في كل قطعة أرض. et profiter، ولكي يستفيد. et profiter، ولكي يستفيد du bien être، يعني من الجو الجميل، من الظروف الجميلة إن صح التعبير، bien être qui leur est dispensé، التي تنفق عليهم أو من أجلهم. dans leur demeure successive، يعني في مقاماتهم المتعاقبة. ils font donner à plein، يعني أنهم يعطون بكثرة، ينفقون بكثرة، هذا هو المقصود. quand ils sont présents، عندما يكونون موجودين، عندما يحضرون لقطعة أرض، يعني في زيارة ما، يعني أنها تنفق عليهم نفقات كبيرة. une multitude، يعني هناك مجموعة de petits services، يعني مجموعة من الخدمات. مثلا installation de la maison، يعني تركيب المنزل. aménagement des écuries، وتهيئ الاسطبلات. transfert des denrées d'un domaine à l'autre، وتحويل يعني المواد الغذائية أو غيرها المخصصة للاستهلاك. d'un domaine à l'autre، من أرض لأخرى. combinaison des ressources fournies par villa éparpillées sur des sols. combinaison، طبعا حال التنسيق بين هاد المنتوجات. des ressources، يعني كأننا نقول المنابع، ولكن المقصود هنا المصادر، يعني مصادر هاد المواد. combinaison des ressources fournies par villa، تنسيق بين هاد المصادر المعطاة والممونة. par villa، الممونة من طرف من؟ par villa éparpillée sur des sols، يعني هاد لي فيلا المنتشرة على الأرض. طبعا الحال هم يمتلكون أراضي كثيرة، وبالتالي يمتلكون فيلات كثيرة. إذا هاد لي فيلا، كل فيلا فيلا إلا وتعطي نصيبها بطبيعة الحال. إذا ويتم التنسيق بين هاد المصادر. إذا فورني يعني الممونة، لوفر فورني يعني مونة، باغ فيلا يعني الممونة من طرف فيلات. إباربيي المنتشرة سور دي سول، على أراضي. سو دي كليما ديفيرون، يعني وتحت أجواء مختلفة. طبيعة الحال هناك الموجودة في مكان بارد، والموجودة في مكان ساخن. يعني كليما، نتكلم عن الكليما يعني الطقس، لو كليما هو الطقس. إذا نتكلم عن أجواء، نتكلم عن أجواء مختلفة للجو. افون دو سانستالي أ إكس لا شابيل، المقصود قبل الاستقرار بهذه المدينة، قبل الاستقرار بمدينة إكس لا شابيل. إكس لا شابيل المقصود بها هي لا كابيتال دو لومبيغ كارولينجيا، يعني عاصمة الدولة الكارولينجية، يعني المنتمية لشارلمان. إذا قبل أن يتواجد بهذه المدينة، إيجينار يعني هذا الشخص، يعني هو بيرسوناليتي انتيليكتويل، يعني أنه مفكر، ارتستيك فنان، بوليتيك يعني أنه يعني سياسي، دو ليبوك كارولينجيان يعني من الزمن الكارولينجي. اوتور يعني هو صاحب كتاب دو لا بروميير بيوغرافي دو شارلمان، يعني اول شخص كتب سيرة شارلمان. يعني نتكلم عن ايجينهار، يعني انه الشخص الذي كتب سيرة شارلمان. يعني قبل ان يتواجد بهذه المدينة، ايجينهار ماذا كتب؟ écrivait 830، يعني انه كتب في 830 à son intendant. intendant كأننا نقول عامل، يعني في الوقت الحاضر selon ces régimes، يعني في النظام القديم، les intendants étaient les personnages centraux، يعني هم الأشخاص المركزيين، يعني المهمين، de l'administration royale، يعني للتسيير الملكي، dans les provinces، يعني في الأقاليم، يعني هم الذين يمثلون هاد الإدارة الملكية إن صح التعبير في هاد لي بروفانس، يعني في الأقاليم. كأننا نتحدث عن عامل من العمال في وقتنا الحاضر. إذا هاد إيجينار إيكخي فيغ 830، يعني أنه كتب حوالي 38 أسون أنتوندون لهذا الشخص. دو ماستريخت، دو ماستريخت يعني في هذه المدينة. نو فولون كوتي أونفوا، نريدك، نريد أن ترسل. نو فولون كوتي أونفوا، نريد أن ترسل
أن يرسل ماذا؟ quelques hommes, بعض الرجال, à X. نريدك أن ترسل بعض الرجال à X, يعني لهذه المدينة, pour restaurer nos demeures, لكي يهيئوا, يعني حضورنا, لكي يهيئوا مقامنا. Tu feras venir, يعني غتجيب لها. Tu feras, يعني أنك غتجيب لها, ستأتي لها, venir, en temps opportun, في الوقت المناسب, en temps opportun, opportun, يعني هو الوقت المناسب, qui vient à propos, يعني الذي يناسب. Tout ce qui nous est nécessaire, يعني كل ما هو ضروري لنا, يعني أنك ستأتي لهذه المدينة بكل ما هو ضروري لنا, يعني أنك ستحمل الأشياء التي تعتبرها بأن ضرورية لنا. De la farine, يعني من دقيق. Du grain pour faire de la bière, يعني ومن حبوب اللي من أجل صناعة الجوع. Du vin, ومن أجل صناعة الخمر. Du fromage. Et le reste, يعني أنك ستأتي أيضا بالجبنة وبما تبقى. Comme d'habitude, يعني كالعادة. Quand au bœuf, أما فيما يخص الأبقار أو لي بوف هنا يعني ذكور الأبقار, يعني نتكلم عن التيران. أباطخ التي تخصص للذبح. Nous voulons, نريد que tu les fasses. Nous voulons que tu les fasses conduire. نريد, nous voulons que tu les fasses conduire. نريدك أن تقودها à l'anakin, يعني هذا المكان. Pour les y faire abattre, لكي تذبحها فيها. لكي تذبحها فيها. Pour les y faire abattre.